أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: ومن له أذنان سمعتان فليسمع. مصرين على حكومة وحدة وطنية. رغم كل العقبات الحريري يواصل مشاوراته، ومصدر مقرب منه ينفي الصيغ الحكومية المتداولة. وزير الداخلية السعودي يقول إن الحملة التي تطال المملكة أكاذيب، ويؤكد على تبيان الحقيقة كاملة في قضية الخاشقجي. النظام السوري وإسرائيل يتفقان على فتح معبر القنيطرة في الجولان الاثنين المقبل. أهلا بكم. تشهد عطلة نهاية الأسبوع وفقا لمصادر مطلعة إعادة تقييم للمرحلة، في وقت يبقى الرهان على أحداث خرق في جدار تأليف الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجه لبنان. وسط هذه الأجواء يستكمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مشاوراته، فيما نفى مصدر مقرب منه ما يتم تداوله بشأن الأسماء وتوزيع الحقائب. الاتصالات واللقاءات القريبة والبعيدة من الأضواء بشأن تأليف الحكومة مستمرة، لكن التصعيد الكلامي من قبل البعض لا يزال أيضا مستمرا، فرفع السقوف يشي بتأخير التأليف، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ومن خلال التصريحات والاتهامات المتبادلة لا سيما بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، يظهر أن هنالك عقدا لا تزال موجودة. وفي هذا الإطار تستمر الردود القواتية على كلام وزير الخارجية جبران باسيل الأخير. يعني هالكلام اللي صدر عنه يوم الخميس هو توتير لتشكيل الحكومة، يعني منع تشكيل الحكومة. ليه؟ لأن بس تظهر أنت إيجابية ويرد عليك بإساءة، صفي بده يردك على خطوط الدفاعية الأولى. هاي سياسة ما بتأدي إلى نتيجة، هاي سياسة ما بتأدي إلى بناء، إلى نضال، إلى تواصل، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. يعني كل موقف بياخده الوزير باسيل بتلاقي بيرجع الأمور لورا. بمجرد ما أخذ الرئيس الحريري مثلا أنه بعد خلال 10 أيام دغري هو أخذ الموقف بتاني يوم أو تالت يوم أنه بدد رجع الإيجابية. وفي موازاة العرقلة المفتعلة من بعض الأطراف، برزت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشكيلات مفترضة للحكومة، وذهب البعض إلى وضع أسماء مرشحين للحقائب موزعا هذه الحقائب على الأفرقاء السياسيين. وتعليقا على هذا الأمر، نفى مصدر مقرب من الرئيس المكلف سعد الحريري لتلفزيون المستقبل صحة ما يتم تداوله من تسريبات في بعض الوسائل الإعلامية والمواقع، مؤكدا أن الرئيس المكلف لم يصل في مشاوراته حتى الآن إلى مرحلة طرح الأسماء وجوجلتها. وظهر أمس أجرى الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية ميشيل عون، مهنئا إياه بسلامة العودة من العاصمة الأرمينية يريفان بعد مشاركته في القمة الفرنكوفونية، ومشيدا بالكلمة التي ألقاها أمام القمة والتي تعبر عن رسالة لبنان في تعزيز حوار الحضارات. إلى ذلك، كشفت مصادر قصر بعبدة لصحيفة الشرق الأوسط عن اتفاق بين الرئيسين عون والحريري على اللقاء الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن تقديم تشكيلة حكومية أو عدم تقديمه هو قرار للرئيس المكلف. كما نقلت الصحيفة عن أوساط الرئيس الحريري أن هناك ترقبا لما ستؤول إليه مشاورات الأيام المقبلة، مؤكدة في الوقت نفسه على تمسك الحريري بالتفاؤل لأنه يعتمد في إيجابيته على ما سمعه من الرئيس عون خلال لقائهما الأخير وليس على أي كلام آخر. في ضوء نتائج الانتخابات الطلابية في الجامعة الأمريكية والتي أظهرت فوز تحالف تيار المستقبل والقوات اللبنانية، أكد رئيس حزب القوات سمير جعجع أن نتائج هذه الانتخابات هي عينة عن التمثيل الشعبي، وتوجه جعجع إلى الوزير باسيل بالقول: هذا هو التمثيل الشعبي الحقيقي، ومن له أذنان فليسمع.
بعد الانتصار الكبير الذي حققه طلاب القوات اللبنانية في جامعات الـ LAU والـ AUB والـ NDU، استقبل رئيس الحزب سمير جعجع في معراب وفدا من طلاب هذه الجامعات، شدد أمامه على أن ما حصل هو انتصار للبنان المستقبل، متوجها بكلامه للوزير جبران باسيل لا لشبان وشابات التيار الوطني الحر كما قال. برسم الوزير جبران باسيل يلي كل يوم بحط لنا مقاييس وبيعمل لنا حسابات وبيطلع معه على انه يعني هو 3/4 الدنيا والباقي كلهم سواها بعض، 5% في 20% مش محددين المعالم تماما. صراحة اذا بدي اقرأ بدي اقرأ نظرا للتضليل اللي عم بصير بالرأي العام وخصوصا على ابواب تشكيل حكومة جديدة. كل الهدف من كل اللي عم بصير انه تكون حصة القوات، تكون تمثيل القوات قليل بالحكومة الجديدة، لا تنفسح لهم المجال يعملوا اللي كانوا حابين يعملوه بهالحكومة وما قدروا مشوه. طيب فاذا اكثر شيء برسم الوزير بصير صديقنا العزيز. بدي بلش AUB 3 قوات لبنانيه 1 تيار وطني حر، عظيم. بنقول الاي جبال 8 قوات لبنانيه 4 تيار وطني حر. بنقول NDU يعني بكون مرات على كل الجامعات الامريكيه 26 قوات لبنانيه و6 تيار وطني حر. هيدي عينة صغيرة، فكرة صغيرة، بتعطي فكرة صغيرة هالانتخابات عن تمثيل الشعب وين بالضبط. أنا ما كنت بحب أحكي بهالموضوع لو ما كل يوم عم بصير في غش فيه، وبالتالي معالي الوزير جبران باسيل إذا بنحكي عن تمثيل شعبي هيدا هو التمثيل الشعبي، ومن له أذنان سمعتان فليسمع. جعجع قال صحيح أن وضع البلاد صعب ولكنه ليس بميؤوس منه، وبالقليل من الوعي السياسي وبقيادة سياسية جيدة من الممكن أن ينقلب الوضع من الحلقة الجهنمية التي ندور فيها إلى حلقة واعدة ومشرقة، وذلك فقط خلال أيام وأسابيع وأشهر قليلة جدا. في المقابل اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في احتفال أقامه التيار في ذكرى 13 تشرين أن هناك من يحاول استجرار الخارج والاستقواء به لفرض مطالبه الضخمة والتي لا تعكس التمثيل السياسي ولا الشعبي، وقال نحن مصرون على حكومة الوحدة الوطنية وندفع الثمن نتيجة تأخير تأليفها. نحن بهالمرحلة مصرين على حكومة وحدة وطنية لنتحمل متحدين المسؤولية، مش لا يدخلها حدا استفادة للسياسة وللخدمات ويعرضها من الداخل ليستفيد شعبيا وانتخابيا. منريد الحكومة مبارح ونحن يلي عم ندفع الثمن غالي من رصيدنا بسبب تأخيرهم لإلها، ويلي عم بعيقها هو يلي عم بحاول اقحام الخارج بتأليفها. ما اشبه 13 تشرين 1990 ب 13 تشرين 2018 من انعدام الاخلاقيات وفقدان الضمير وانصياع للخارج وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. نفت سفارة فرنسا في لبنان الكلام الذي نسب إلى السفير بيير دوكان في مقال نشرته صحيفة الأخبار بعنوان موفد ماكرون لبنان غير قابل للإصلاح، وشدد بيان صادر عن السفارة أنه تم تشويه كلام السفير وإخراجه عن سياقه، مشيرا إلى أن فرنسا تقوم بمساع حثيثة من أجل لبنان لأن لديها كل الثقة بقدرته على الإصلاح ومواجهة التحديات المستقبلية. وأضافت السفارة بأن الالتزامات التي تعهدنا بها خلال مؤتمرات سادر وروما وبروكسل إنما هي خير دليل على إرادتنا بتعميق الشراكة مع هذا البلد الذي يشكل بالنسبة إلينا محاورا أساسيا ونموذجا للعيش المشترك في المنطقة، مشددة على أن فرنسا متمسكة باستقرار لبنان وستبقى دائما إلى جانبه. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. قضية القس الأمريكي انتهت وترامب يستقبله في البيت الأبيض. العربية السعودية الحملة التي تشن عليها في بعض وسائل الإعلام على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة
الحرص على مصلحة مواطنيها وتبيان الحقيقة كاملة. شدد وزير الداخلية السعودية عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز على استنكار وشجب المملكة للاتهامات الزائفة والتهجم على السعودية حكومة وشعبا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال الخاشقجي. وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ما جرى التداول به عن وجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وبتقاليدها المرعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية. وأشاد وزير الداخلية السعودية بتعاون تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مشيرا إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية، وشدد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، إضافة إلى حرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال الخاشقجي. في المقابل أجمع عدد من المسؤولين الخليجيين على أن الطريقة التي تم تناول قضية اختفاء الصحفي السعودي من خلال وسائل الإعلام هي حملة منظمة لاستهداف المملكة العربية السعودية لإحراجها بالمحافل الدولية. وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة رأى أن الهدف هو المملكة العربية السعودية وليس البحث عن أي حقيقة. بدوره وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد أكد وقوف الإمارات إلى جانب المملكة. كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاقا تم التوصل إليه بين إسرائيل والنظام السوري على إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان الاثنين المقبل. إسرائيل وسوريا والأمم المتحدة اتفقت على إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان المحتل الاثنين المقبل. هذا ما أعلنته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي. السفيرة أكدت أن فتح المعبر سيسمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتكثيف جهودها لمنع الأعمال العدائية في منطقة مرتفعات الجولان. وقالت هايلي: نتطلع إلى قيام كل من إسرائيل وسوريا بالسماح بدخول قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فضلا عن تزويدها بضمانات لسلامتها. ودعت النظام لاتخاذ الخطوات اللازمة حتى تتمكن قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك من الانتشار والمراقبة بسلام وفعالية من دون تدخل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي فيكتور ليبرمان قد قال خلال زيارة تفقدية له لمعبر القنيطرة الفاصل بين سوريا وهضبة الجولان المحتل إن إسرائيل مستعدة لإعادة فتح المعبر الجولان الذي أغلقته بعد الثورة السورية. وأضاف أنه من جهتنا بدأت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بتسيير دوريات بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أننا مستعدون لفتح المعبر كما من قبل على حد تعبيره. وسيطرت قوات النظام وروسيا على معبر القنيطرة مع الجولان المحتل خلال شهر آب الماضي بعد الوصول لاتفاقات تسوية مع فصائل المعارضة. وكانت روسيا أبدت استعدادها لافتتاح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان المحتل، وتعهدت الشرطة الروسية بمرافقة قوات الأمم المتحدة اليونيفيل وحماية الشريط الحدودي في منطقة فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا في خطوة لتطمين الجانب الإسرائيلي. استقبل الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أفرشت عنه السلطات التركية بعد عامين من الاحتجاز في تركيا بتهمة دعم منظمة إرهابية. وقد رحب ترامب بإطلاق سراح برانسون مشيرا إلى أن هذا الأمر هو خطوة كبيرة إلى الأمام في العلاقات مع أنقرة. تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الرامية إلى تغيير الأوضاع على نحو حاسم في الضفة الغربية المحتلة ضمن سياسة الضم التي تنتهجها ومحاولاتها الحثيثة لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات. وأشار التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن ما تسمى قيادة المنطقة الوسطى صادقت في الآونة الأخيرة على البدء بتطبيق قانونين زراعيين على المستوطنات التي أقامتها خلافا للقانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران عام 67. دانت منظمة هيومان رايتس ووتش النظام الإيراني لاستمراره بتنفيذ الإعدامات بحق أطفال في انتهاك واضح لاتفاقية حقوق الطفل.
أطفال إيران لا يسلمون من عقوبة الإعدام التي تطبق عليهم من دون أي مراعاة لحداثة السن أو الظروف التي دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة. هذه الإدانة وثقتها منظمة Human Rights Watch بعد أسبوع من إعدام سلطات إيران شابة تعرف بزينب ساكاوانت التي تعرضت للاغتصاب مرارا إلى أن تم توقيفها في العام 2012 بتهمة القتل. زينب التي تحدثت في خلال محاكمتها عن التعرض للضرب والتعنيف والاغتصاب على يد الزوج هي خامس شخص يجري إعدامه في إيران في خلال هذا العام بسبب قضايا ارتكبت قبل بلوغ سن الرشد القانوني. وأشارت المنظمة إلى أن إعدام زينب يشكل خرقا واضحا لاتفاقية حقوق الطفل الدولية وكذلك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها إيران. في أي حال حسب المنظمة فإن إيران تتصدر دول العالم في إعدام الأطفال منذ العام 2013. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن 49 شخصا ارتكبوا جرائم في طفولتهم يواجهون أحكاما بالإعدام. وجددت المنظمة مطالبتها لطهران بوقف العقوبة. وفي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام عقدت مجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي اجتماعا في ستراسبورغ بمشاركة نواب البرلمان من مختلف المجموعات السياسية وأصدروا بيانا بشأن موجة الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان كما دانوا الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني. وتتابعونا في هذه النشرة بعد الفاصل. في البقاع الشمالي البرد يضرب موسم التفاح. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري العالمين الإسلامي والعربي إلى توحيد الصف لمواجهة صفقة العصر التي تستهدف القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. كلام الرئيس بري جاء خلال كلمة ألقاها أمام المجموعة البرلمانية الإسلامية التي عقدت اجتماعاتها في قصر المؤتمرات للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. وقد عقد هذا الاجتماع تمهيدا للمؤتمر 139 للاتحاد البرلماني الدولي الذي يفتتح أعماله غدا. موضوع الأنروا جزء من صفقة العصر، جزء من الضغط على أهلنا وإخوتنا الفلسطينيين. نقل واشنطن لسفارتها إلى القدس جزء من هذا الأمر. والموضوع مختص بالأنروا سواء كان على الصعيد الأردني أو اللبناني أو أي بلد آخر وحتى داخل إسرائيل نفسها هو أيضا جزء من هذه الصفقة. حياتيا وبعد تساقط حبات البرد بشكل كثيف في الساعات الماضية، مزارعو التفاح في البقاع لا سيما في بلدة عيناتا استيقظوا على أضرار كبيرة حلت بمواسمهم ودعوة المعنيين للتعويض على المزارعين. هذا خرب الدنيا، خرب الأخضر واليابس. من أول دخوله شمعة طوله، هو قول يصح أن نصف به أول أيام المطر هذا العام. فأولى ضحاياه كان التفاح الذي أصبح بعد تساقط البرد عليه في المناطق البقاعية على هذه الحال. الخطوات صارت مطلوبة، المزارع لوحده مش قادر، والبلديات كمان وضع على حالة. بدنا تجوا توقفوا حد المزارع يلي الوحيد الباقي حدكن، ما بقى عنا شيء، مش مهتمين بقى بشيء إلا بلقمة عايشنا. إن شاء الله الدولة تلتفت فينا وربنا هو بيعوض على الجميع. بدوره ناشد النائب أنطوان حبش الهيئة العليا للإغاثة التحرك لمساندة المزارعين المتضررين. أول نداء هو للهيئة العليا للإغاثة حتى تقوم بالكشف السريع. الموسم لسنة الجاية كمان انضرب، من المفترض الهيئة العليا للإغاثة تاخذ بعين الاعتبار هيدا الشيء. وأكد حبشي أن ما حدث يعتبر كارثة على موسم التفاح في البقاع، لافتا إلى ضرورة وقوف الدولة إلى جانب البقاعيين الذين يشعرون أنهم مهمشون. تتواصل عودة النازحين السوريين من بلدة شبعة إلى سوريا، وبحسب الإحصائيات فقد عاد القسم الأكبر منهم فيما ينتظر من تبقى دوره في الدفعات المقبلة. تقرير ربيع شنطف. هذا المشهد كان في شهر تشرين الثاني عام 2013. منذ ذلك التاريخ بدأ تدفق النازحين السوريين إلى بلدة شبعة من جهة الجبل الفاصل بين البلدة وبيت جن السورية.
أكثر من 5000 نزحوا تباعا، لكن منذ أشهر بدأت رحلة العودة الطوعية، فعاد حوالي 4000، ولا يزال في شبعة 185 عائلة، بينهم 81 من بيت جن. العائلات المتبقية تقطن في منازل متفرقة وهي تنتظر فرصة العودة، ومن بينها هذه العائلة التي زرناها. عبد الكافي 5 سنوات وميرا 3 سنوات، ولدا في لبنان، يعرفان أن بلدهما قريب لكن وقت الرجوع إليه مجهول. أنت وين خلقت؟ خلقت هون. وين هون؟ هون بالشبعة. حابب تروح لهوني؟ ايه. شو بتعمل؟ شو عندكم هوني؟ مين في هوني؟ في ماما. انت هون بالمدرسة؟ ايه. انا خلقت براس بيا. وين سوريا؟ وين سوريا؟ سوريا بالجبل. فوق؟ ايه فوق. بتروحوا على المدرسة هون؟ ايه. هي بصف الكازي وان. وانت؟ بصف الكازي تري وهذاك بصف الاول. الى بلدها ترغب هذه العائلة بان تعود قريبا. الوالد الذي يفضل عدم الحديث امام الكاميرا يروي ان ملكا رومانيا كانت لديه ابنة اسمها جنى، وكانت بيت جن تحت سيطرة سلطته، فسماها على اسم ابنته واهداها اياها، لكن مع الوقت أصبح اسم البلدة بيت جن. بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية من انتخابات الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو في بيروت وجبيل، أعلن مكتب مصلحة الشباب في تيار المستقبل فوز تحالف تيار المستقبل مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. انتهت انتخابات الجامعة اللبنانية الأمريكية بجولتها الأولى والثانية بفوز تيار المستقبل بالتحالف مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في حرمي الجامعة في بيروت والجبيل. النتيجة النهائية أعلن عنها مكتب مصلحة الشباب في تيار المستقبل في بيان أشار فيه إلى فوزه بنتيجة 7 مقاعد في الجولة الأولى التي جرت في 25 الأول الحالي في حرم بيروت تحت شعار ستيب فورورد، مقابل 5 مقاعد لتحالف حركة أمل حزب الله والتيار الوطني الحر و3 مقاعد للمستقلين. أما في جبيل فكانت نتيجة الجولة الأولى فوز التحالف ب10 مقاعد مقابل 5 مقاعد لتحالف الوطني الحر وأمل وحزب الله، كما حصد التحالف مقاعد متعددة في الجولة الثانية من هذا الاستحقاق الانتخابي السنوي الذي سادت فيه الأجواء الهادئة والمنافسة الطلابية الديمقراطية. وقد توجه مكتب مصلحة الشباب في تيار المستقبل بالشكر لجميع الطلاب على تحملهم المسؤولية الديمقراطية، كما أكد وقوفه دائما إلى جانب الطلاب الذين يؤكدون سنويا ثقتهم بتيار المستقبل من خلال بقاء التيار القوة الأولى في حرم بيروت تحديدا. وقد أملت مصلحة الطلاب من جميع الأحزاب بمنظماتها الشبابية تحقيق التعاون الذي يتمناه جميع الطلاب للعمل لمصلحة. وقع مساء يوم السبت شجار عنيف بين عمال مطعمين في شارع المطاعم في وسط العاصمة بيروت على خلفية استقدام الزبائن، وما لبث أن تطور الاشتباك وتضارب بالكراسي والطاولات، وأصيب بنتيجته عدد من العمال بجروح وردود مختلفة. وقد تدخل عناصر من شرطة مجلس النواب لتطبيق الإشكال، فيما ألقى الجيش القبض على متورطين اثنين. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ومن له أذنان سامعتان فليسمع. مصرين على حكومة وحدة وطنية. رغم كل العقبات الحريري يواصل مشاوراته، ومصدر مقرب منه ينفي الصيغ الحكومية المتداولة. وزير الداخلية السعودية يقول إن الحملة التي تطال المملكة أكاذيب، ويؤكد على تبيان الحقيقة كاملة في قضية الخشقجي. النظام السوري وإسرائيل يتفقان على فتح معبر القنيطرة في الجولان الاثنين المقبل. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
الله.